ليس لأهل فلسطين أي حق تاريخي في فلسطين من 2000 و3000 سنة و4000 سنة. يعني حق الفلسطينيين الكنعانيين في فلسطين زي حق الفراعنة في مصر. معقول واحد مسلم في مصر يقول أنا فرعوني وأفتخر، زي واحد فلسطيني مسلم يقول أنا كنعاني وأفتخر؟ تبا لكنعانيتك وتبا لفرعونيته. تاريخنا بسيط يا جماعة، بلش زمان، تاريخنا كله 1440 سنة بس. احنا قبل 1440 سنة ما كان لنا اي نوع من الحقوق نهائيا. لا يقال بانه فلسطين لها الفلسطينيون لهم جذور كنعانية، ويعني بدنا نرجع لكلام ياسر عرفات اللي ضيع القضية، قال القوم الجبارين، انتم القوم شعب الجبارين. سبة، اول مرة بشوف رئيس بسب شعبه. شعبه الفلسطين شعب مسلم، فإن قلت له أنت شعب الجبارين أنت سبيت عليه، أنت أهنته، أنت أرجعته إلى أيام الكفر والطاغوت. لازم بس تقول أيها المسلمين الفلسطينيون أنتم مسلمون.